بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نعطي الليكتشر 2 about the anatomy of the lower limb. We will talk about the vessels and nerves of the gluteal region and its relation to the greater sciatic foramen. بعدين راح نحكي على lesser sciatic foramen, definition, its boundaries and its contents. ونحكي على lateral rotators of the thigh at the hip joint. شوف هذا في تسكيب بسيط يبين الجريتر سياتيك فورامين. قلنا الباس بيها منه البيريفورمس مسل واكو ستراكشر سوبيريور تو بيريفورمس فوقها سوبر بيريفورمس اللي هي سوبيريور جلوتين نيرف والارتري والفازلز وبيلو بيريفورمس انفرا بيريفورمس ستراكشرز اللي تفوت بيها اللي قلنا بيها سياتيك نيرف وبيها انترنال بيودندال فازلز والبيودندال نيرف والبوسيكوتينس نيرف اوف ذا ثاي وعندنا النيرف تو اوبتريتر انترناس ونيرف تو ذا كوادريتاس فيمورس. هسه راح ناخذ ان شاء الله بالتوصيل. اباف بايليفورمس عندنا السوبيريور جلوتيال ارتري اند نيرف. They pass upward and laterally between the gluteus medius and minimus supplying these muscles and tensor fasciae. الارتري تيك بارت ان ذا انستموسيس اراوند ذا هيب جوينت. عند انستموسيس اراوند ذا هيب جوينت راح ناخذه بالتفصيل. السوبيريور جلوتيال ارتري ياخذ بارت بالانستموسيس والمهم ان نعرف ات از برانش اوف انترنال الياك ارتري. انتبه على الصح وخطا، انتبه على السيلكت ذا موست ابروبريت انسر. السوبيريور جلوتيال ارتري برانش مال من؟ مال انترنال الياك ارتري. Below the piriformis, our structure was sciatic nerve. It is the largest nerve in the body. نقطتين خطين جوا largest nerve in the body. The root مالته L4, L5, S1, 2, 3. It is emerged lateral to the ischial spine and lies successively. يعني قاعد على شنو جوا؟ من فوق لي جوا. الروت مال اسكيل سباين سوبيريور جيمينس مسل اوبتريتر انترنس انفيريور جيمينس مسل اند ذا كوادريسبس مسل ريتش ذا باك اوف ذا ادكتور ماجنس. شو حتى بالصوره واضح هذا الاصفر هو سياتيك نيرف. ات از ريليتد بوستيريوري منه خلف صاير خلف الفصائل بوستيريور كوتينس نيرف اوف ذا ثاي وتغطيهم كلهم منه الجلوتيوس ماكسيموس. هذا النيرف سياتيك نيرف لايس اباوت ميدوي نص الطريق بين الجريتر تروك هانتر والاسكيل تيوبروسيتي. It leaves the buttock region by passing deep to the long head of the biceps biceps femoris. Leave the buttock region by passing deep to the long head of the biceps femoris to enter the back of the thigh. السياتيك نيرف ما عنده branches بالجلوتير region. النيرف sometimes injured by what? By penetrating wound, by fractured pelvis, by dislocation of the hip, and sometimes by badly placed intramuscular injection in the gluteal region. يعطون intramuscular injection يعني أبرة بالمنطقة الجلوتيال region badly placed يروح على السياتيك نيرف يصير injured. فوين احنا المفروض نسوي injection? Should be placed in the upper quadrant of the البوتوك. يقسمون البوتوك إلى أربع أقسام. المنطقة العليا الخارجية outer lateral quadrant هو يصير بها injection، هاي يكون بها سيف ما بها النيرف. عندنا الانفيريور gluteal nerve also below the piriformis هذا after short course enter the substance of gluteus maximus. احنا قلنا النيرف سبلاي مال gluteus maximus هو الانفيريور gluteal nerve. Inferior gluteal artery ramify in the lower part in the anastomosis around the hip وقلنا ايضا هذا هو branch مال internal iliac artery branch of internal iliac artery. عندنا pudendal nerve ونيرف تو اوبتريتر انترنس والانترنال pudendal vessels لان كلهم راح ناخذهم سوا. كورس مالتهم they cross the ischial spine immediately re-enter the pelvis لان كان بالبلفس عبر من الجريتر تروكنتر راسا عبرا ثانية through the lesser sciatic foramen يرجع للبيرفس. And they lie in the ischial fossa العيد across the ischial spine the knee عبرا من greater trochanter عبرا من البيرفس وين راحا للبوتوك.
بعدين immediately re-enter the belfry, رجع للبلفري through the what? Through the lesser sciatic foramen. And they lie in the ischiorectal fossa. The nerve supply the structure in the perineum. When nerve to obturator internus supply the obturator internus muscle on its pelvic structure. النيرف تو كوادريتس فيموراس هذا برانش من السكرال بلاكسس كروس ذا روت اوف ذا اسكيال سباين ديب تو ذا سياتيك نيرف اند ذا تندن اوف اوبتريتر انترنس سبلاي ذا كوادريتس فيموراس اند انفيريور جيميناس واخيرا عند بوسيو كتيرس اوف ذا ثايت سمير سوبرفيشال تو ذا سياتيك نيرف اند ديسنت ان ذا ميد لاين اوف ذا ثاي بنيث ذا فيشيا يعني تحت الفيشيا بالميد لاين supply the skin of the buttock, perineum and the posterior aspect of the thigh. عندنا الفورامن الاخرى اللي قلنا عليها هي lesser sciatic foramen. واضحة هنا بالصورة انا موضحها وخلي حتى الاشارات عليها. It lies between sacrotuberous, sacrotuberous ligament يعني between what? Between the sacrum and ischial tuberosity. هاي الليجامنت. Sacrotuberous ligament. And sacrospinous ligament اللي between what? Between the sacrum and ischial spine. Ischial spine. هم واضحة بالصورة. فit lies between the sacrotuberous and sacrospinous ligament bounded laterally by the concave part of the ischium that lie between the ischial spine and ischial tuberosity. ضروري جدا تبعون على الصورة زين لأن ما راح تتصور راح تنطبع عندك راح تفتهمها زين. مو بس تحفظها راح تفتهمها زين. اللسر تروكنتر الاوبتريتر انترنس مصل هنا as it emerge from the lateral wall of the pelvis block the lateral part of the foramen اذا اللاترال بارت من الفورامن انسد بقى من عندي بقى عندي الميديال بارت of the foramen form a tunnel shape orifice which lead to tunnel shape orifice which lead to into the pudendal canal اذا هو من اللسر تروكنتر اللاترال بارت مالتها انسد بقى الميديال بارت مالتها وين راح قبل اللي بيودندل كانال ومشر عليه انا بالصوره هنا انا الانترنال اللي بيودندل فازول والنيرف انتر ذا فورامين فروم ذا بوتوك ويروح وين يروح للكانال للبيودندل كانال نعيد شويه من الكلام اللي قلنا هي اللسر سياتيك فورامين تز ان اوبننج بتوين ذا بيلفيس اند ذا بوستيرير ثاي الفورامين is formed by the sacrotuberous ligament which run اللي تطلع between the sacrum and the ischial tuberosity and the sacrospinous ligament which run between the sacrum and the ischial spine. The boundaries مال lesser sciatic foramen anteriorly هنا صورة كلش واضحة بقى على هاي الصورة زين شوف هاي الفورامين anteriorly من عندك anteriorly هو التوبروسيتي مال الاسكيام posteriorly هي الليجامنت sacrotuberous ligament superiorly هي الاسكيال سباين وليجامنت also هي السكروسباينس ليجامنت laterally منو الكونكيف بارت اوف ذا اسكيام اللي between what between the ischial spine and the ischial tuberosity هاي الفورامين transmit what هاي الفورامين transmit the tendon of the obturator internus internal pudendal vessels the artery والvein وpudendal nerve ونerve to the obturator internus اعيدها tendon of obturator internus internal pudendal vessel والpudendal pudendal nerve and nerve to the obturator internus هسه نجي على المسلز اللي واجب مالتها هو lateral rotation of the thigh at the hip joint اللي يسموها lateral rotators هاي muscles all are originated from the pelvic area and insert well لل greater trochanter مال الفيمر شوف هاي الصورة هنا greater trochanter of the femur جاية من البيلفس أول واحدة هي البيريفورمس بالصورة البيريفورمس وبعدين superior geminus obturator internus inferior geminus والquadratus femoris الobturator externus ما واضحة بهاي الصورة نحن دم باوع من ورا من باوع من ورا اعيدهن البار من فوق اللي جوا بالصوره باوع بالصوره مو على الكتابه بالصوره
piriformis, superior geminus, obturator internus, inferior geminus, وquadratus femoris. أيضا هاي صورة أخرى from the superficial والdeep part مال gluteal region دي مصي هي lateral rotators. وهذه أيضا صورة أخرى توضح الروتاتر السياتيك نيرف واللاترال روتاترز of the thigh at the hip joint. أول مصل هي piriformis. It's origin from the anterior surface of the second, third, fourth sacral vertebrae. إذا من البلفس. وين راحت؟ الفايبر باس داونورد قلنا laterally through the greater sciatic foramen واتاش to the upper border of the greater trochanter. النيرف سبلاي هو الانتيريور راماي اوف فيرست اند سكند ساكرال نيرف. سوبيريور جيميلاس من السباي مال الاسكيام، لا تباوع، من السباي مال الاسكيام، والنيرف سبلاي مالتها هو نفس النيرف تو اوبتريتر انتيرناس، النيرف المصل جواها اسمها اوبتريتر انتيرناس، هي جيميلاس سوبيريور جواها تاخذ نفس تو مصل نفس النيرف. الانفيريور جاميلاس من الابر مارجن مال اسكيل توبوروسيتي، ذيك كانت من السباي مال اسكيام، هاي من الابر مارجن اوف اسكيل توبوروسيتي هي صايره جواها. الانسيرشن مثل صاحبتها مثل سوبيريور جاميلاس والانفيريور جاميلاس ويا الاوبتريتر انترناس نفس التندر بعدين راح نشوفه. النيرف سبلاي من المصل الجواها هو النيرف تو ذا كوادريتس فيمورس اللي طالع من السكرال بلاكسس. الاوبتريتر انترنس منين جايه؟ جايه من البيلفيك سيرفيس اوف ذا اوبتريتر فورامن. بالبيلفيس اكو اوبتريتر فورامن، البيلفيك سيرفيس يعني الجهه الداخليه مالته مال الفورامن اوبتريتر ممبرين. فالبيلفيك سيرفيس اوف ذا اوبتريتر ممبرين اند ذا سراوندينج بون. طلعت التندن باس ثرو ذا سياتيك فورامن جوين with the tendon of the superior and inferior gemellus. The common tendon when inserted to the upper border of the greater trochanter مال الفيمار. والنيرف سبلاي هو نفسه نيرف للمصل نفسه يسموه نيرف to the obturator internus. بقت عندنا quadratus femoris هاي الصفرة الجوة هذه origin from the lateral border of ischial tuberosity والانسيرشن مالتها بالquadrate tubercle quadrate tubercle on the intertrochanteric crest of the femur. Quadrate tubercle اكو intertrochanteric crest بالباك مال النيك مال الفيمر وانتيريور يسموه intertrochanteric line. راح ناخذها من ناخذ التاتشمنت مال الكبسول مال الهب. بس المهم انها تعرفون الquadrate tubercle on the intertrochanteric crest of the femur. Quadrate tubercle اسمها. النيرف سبلاي هو النيرف تو ذا كوادريتس فيمورس فروم ذا سكرال بلاكسس. وهذا كل المصل الاكشن مالته شنو؟ لاترال روتيشن اوف ذا ثاي ات ذا هيب جوينت. هنا سؤال يقول لك ذا piriformis از ان امبورتنت اناتوميكال لاند مارك ان ذا gluteal ريجن اكسبلين واي. الجواب لان المصل ترافل ثرو ذا جريتر سياتيك فورامين. It effectively divide the gluteal region into inferior and superior part. يعني قسم من تفوت بالفرامين اكو فراغ راح يصير فوقها يسموه سوبرا بايريفورمس الفراغ جواها انفرا بايريفورمس. فذاك يفوت فيه ستراكشر وهذا يفوت بيه ستراكشر. فهذا امبورتد لاند مارك يعني ندل المكانات ندل الستراكشر تفوت فلازم نشوف البايريفورمس تندل. In addition, the piriformis can be used to locate the sciatic nerve. نعم. لأن السياتيك نيرف انتر ذا جلوتيال ريجين دايركتلي انفيريور تو ذا بايريفورمس. من عند البايريفورمس هو من جواه راح يخش وشلون يبين؟ يبين فيزبل از ا فلات باند ابروكسيمتلي 2 سنتيمتر وايد بالضبط وبالصور انا طلعتها للسياتيك نيرف. وشكرا جزيلا واني ارجع واقول رجاء رجاء المحاضره تقرا في هذا اليوم على مود نوعد نتناقش اذا عندكم اسئله وشكرا جزيلا بالتوفيق ان شاء الله.